السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا ان شاء الله نويت اعمل معاكم المكرونه بالصوص الابيض، وهتعجبكم. هي بطريقه انا وهتعجبكم قوي. اول حاجه مرق الدجاج، كزبره، ثوم، فلفل، قرن فلفل مقطع، فلفل بابريكا، وتومه، وملح، ولبن بخيره، جيبوا اللي انتوا عاوزينه. شوربة كريمة، ومكرونة برضو اللي تعجبكم انتم، وصلصة. وهوريكم الطريقة. معلقتين صلصة، نقلب حلو كده هون. وحطيت كيس لبن على الصلصة، هتنزلوا تقليب كده. هنحط الجبنه، انتوا بقى تحطوا الكميات اللي انتوا عايزين تعملوها، حاجه ما ترجع لكم. انتوا الكميات تقيله خفيفه برضو اللي انت عاوزها. هنحط دلوقتي الكريمه برضو بمزاجكم انتوا، على الايه اللي انتوا. وهنحط التوابل، يا جماعة نص كوباية مية. هو كده يا جماعة الكوان، أول ما يعمل البقليل دي تعرفوا إن هو استوى خلاص، وده الكوان بتاعه. هنحط المكرونة هو، وكده خلاص الاكله خلصت. وهتعجبكم قوي على فكره. وشكرا.